الدولة المصرية أرست تقليد مهم من خلال إطلاق أسماء الرموز الوطنية على المشروعات الخدمية والمحاور، وكلنا تابعنا امبارح افتتاح سيادة الرئيس لمحور اللواء سمير فرج ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي ومحور الدكتور هشام عرفات ومحور الدكتور جمال حمدان. خلينا نتابع. مصر تهتم دائماً بأبنائها المخلصين ونوابغها في مختلف القطاعات العسكرية والهندسية والرياضية والفنية، وتحرص على تخليد أسمائهم على المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محور اللواء سمير فرج ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي ومحور الدكتور هشام عرفات ومحور الدكتور جمال حمدان لتسهيل الحركة المرورية في إطار تطوير مشروع توشكا. ويبلغ طول محور اللواء سمير فرج 17 كيلومتر بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويربط طريقي أسوان الشرقي والغربي. واللواء سمير فرج من الرموز الوطنية المشهود لها، وشغل منصب محافظ الأقصر منذ عام 2009 حتى عام 2011، ومدير الشؤون المعنوية منذ عام 1993 حتى عام 2000، كما شغل منصب وكيل أول وزارة السياحة ورئيس دار الأوبرا المصرية. تخرج من الكلية الحربية عام 1963 والتحق بسلاح المشاة، وتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكية، ثم تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973 والتحق بعدها بكلية كيمبرلي الملكية أركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وعين مدرساً بها فور تخرجه منها ليكون بذلك أول ضابط خارج دول حلف الناتو والكومنولث يعين في هذا المنصب. أما محور الدكتور محمد سيد طنطاوي فيبلغ طوله 28 كيلومتر بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويربط المحور الجديد الطريقين الزراعي الشرقي والصحراوي الغربي، كما يربط قنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة. وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي ولد بقرية سليم الشرقية مركز طما بمحافظة سوهاج في 28 من أكتوبر عام 1928. تم تعيينه مفتياً للديار المصرية في 26 من أكتوبر عام 1986، وقد انتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الأربعاء الموافق 10 من مارس عام 2010. كما أطلقت مصر على المحور المروري الجديد الذي تم افتتاحه أمس اسم الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، ويبلغ طول محور الدكتور هشام عرفات 180 كيلومتر بعرض 5 حارات مرورية في كل اتجاه، وهو أحد الشرايين الرئيسية لربط محافظات صعيد مصر بمدينة القاهرة. جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات قد شارك في تصميم وإنشاء الخطين الأول والثاني من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وعمل لفترة استشارياً في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في تصميم وإنشاء عدد من الأنفاق والكباري في مدينتي جدة والطائف، وهو من الكوادر الوطنية المخلصة التي رحلت عن عالمنا مؤخراً. كما تم إطلاق اسم الدكتور جمال حمدان على أحد المحاور الهامة في صعيد مصر، والذي يبلغ طوله حوالي 3.7 كيلومتر بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه. كما يعمل المحور الجديد على خدمة أهالي محافظة سوهاج، إذ يمثل حلقة الربط بين طريقي أسوان الزراعي الغربي والشرقي. وجمال حمدان هو العالم والمؤرخ الكبير، وأصدر جمال حمدان الكثير من الكتب، منها كتاب شخصية مصر ودراسات في عبقرية المكان، وكان له 250 مرجعاً عربياً و650 مرجعاً أجنبياً.
وغادر العالم والمفكر الدكتور جمال حمدان دنيانا في 17 أبريل 1993.